يلا استنى بسم شوية. الله. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المحاضرة هي كانت لزميلنا الدكتور محمد نور، ايه وظائف الكبد، اكيد لكنه للأسف اعتذر، راح نعطيه بالنيابة عنه. حلو فكرت. المصطلح ليبر فانكشن تيست في عنا هو مصطلح يعني ما بيعبر، ما له دقيق لكل الموجود تحته. ممكن نقول ليفر تيست او ليفر بايو كيمستري. ليفر فانكشن تيست الوظيفيه بتشمل بشكل اساسي ثلاث عوامل، اللي هن الالبومين والاي ان ار والبيلوروبين. اما ناقلات الامين الكالين فوسفاتازي ما بتندرج ضمن الفانكشن، ما بتندرج ضمن الوظيفه. فبس مشان تحرير المصطلح. تمام زملائنا الاعزاء، حندرس نقول وظائف او دراسه ليفر تيست بدل كلمه فانكشن. ليفر تيست بنبلش بالتعريف شو هن الليفر تيست. عندنا ناقلات الامين، كان اول نسميهم ترانس اميناز، حاليا الاسم الجديد امينو ترانسفيراز، امينو ترانسفيراز، اللي هن مثل ما بتعرفوا الاي اس تي سابقا الاس جي او تي، الاي ال تي سابقا اس جي بي تي. تمام، البيلوربين مثل ما بنعرف توتال دايركت، دايركت يعني مقترن. التوتال بيشمل الدايركت والاندايركت. الاندايركت الان كونجوجيتد او الغير مقترن او الغير مباشر. الفوسفاتاز القلويه، طبعا الليفر ايزو انزيم او الهيباتيك ايزو انزيم، الليل او النظير الكبدي. تمام، والجاما جلوتاميل ترانسبيبتيداز، الالبومين، البروثرومبين، في امور ثانيه بتعبر عن وظيفه الكبد او عن الليفر تيست، مو عن وظيفه الكبد، ممكن نتطرق له لاحقا. مثل ما بنعرف اول شيء الامينو ترانسفيراز اللي مشهوره بخمائر الكبد، هي عمليا هي ما خمائر كبد، هي ناقلات للامين. تمام، لكن المصطلح المشهور خمائر الكبد، طبعا هي بتوجد ضمن الخلايا الكبديه ولها وظائف متعدده. قيمتها الطبيعية عند الإنسان البالغ هي لل29 عند الرجال ولل19 عند النساء. أما القيمة السابقة أو القيم المعروفة سابقا أنه أكثر من 40 من الأول مرتفع، هذا الكلام تم تعديله حاليا، يعني أكثر من 30 بإمكاننا نقول ALT مرتفعة، أكثر من 20 الرجال، طبعا أكثر من 20 عند النساء بنقول الـ ALT مرتفعة. الاي اس تي اللي يا شباب المايك اللي فتحوا يسكروا بعد اذنكم. الاي اس تي بتنوجد بالكبد وباعضاء ثانيه متعدده، طبعا الاي تي كمان بتنوجد لكن هي بالكبد بشكل رئيسي، اكثر نوعيه للكبد. الاي ال تي بنشوفها بالكبد، بالخلايا العضله القلبيه، بالخلايا الهيكليه، الكدني، برين. تمام، فارتفاعها ممكن يكون له اكثر من سبب، اكثر من الاي تي اللي هي بتكون اكثر نوعيه للكبد، مع انه ممكن يشوفها ب كمان ازيات خلايا اخرى غير الخليه الكبديه. البيلوروبين مثل ما بتعرفوا هو المنتج عن تحطم الهيم، بيتحول للبايل بيلوروبين، بعدين بتصير باليات انزيميه متعدده ما راح ندخل تفصيلها، بتحول للبيلوروبين غير المباشر او غير المقترن، بيقترن بالحمض الكروني ضمن الخليه الكبديه، بتحول للبيلوروبين المباشر. تمام، البيلوروبين الكلي عاده لا يتجاوز الواحد ملي جرام بالديسيلتر، والبيلوروبين دايركت او المباشر لا يتجاوز ال 0.4، يعني اقل من نص ملي جرام بالديسيلتر. سريريا ما بنشوف عاده يرقان ما لم يتجاوز بالربي 2.5 او 3 ملغ بالديسيلتر. تمام، مثل ما انه هو البيلوربين نتيجه تحطم او تدرك الهيم، سواء كان بالهيموغلوبين او اللي يعني الريد بلاد سيلز المنتج الهيمي، او البروتينات الحاويه على الهيم مثل السيتوكرومات، او عدم تصنع النقي الكبد الفعال. تمام، عدم تصنع عفوا الحمض الفعال ضمن النقي. مثل ما قلنا يعني البيلوربين بيسلك طرق متعددة، لا بالأخير ينطرح عن طريق الصفراء
أو طبعا بلوربين مباشر بنطرح عن طريق الصفراء لأنه ذوبان بالدسم، أما البلوربين غير مباشر بنطرح عن طريق الكلية لأنه ذوبان بالماء. تمام. تعريف سريع بالبيليري تراكت أو السبيل الصفراوي. نحن عندنا أول شيء ضمن الشيم الكبدي في الشيء نسميه المثلث البابي اللي بيشمل القناة الصفراوية وفرع لوريد الباب وفرع لليمف. تمام. الأقنية الصفراوية بتتحد فيما بعضها ضمن الحواجز بين الفصيصات الكبدية بشكل كانكولاي أو الكوكونيات الصغيرة، هي بتتحد مع الأقنية الفصيصية مع الأقنية الفصية. بعدين كل فص كبدي أيمن أو أيسر بشكل قناة كبدية رئيس قناة كبدية يسرى تثبتك بايل دات أو رايت هباتيك بايل دات. هدول بتحدوا بالكمن كمان هباتيك دات، القناة الكبدية المشتركة. القناة الكبدية المشتركة بتصب عليها القناة الكيسية، القناة اللي بتصرف مفرزات المرارة، أو مو مفرزات المرارة، البايل المدخرة ضمن المرارة. المرارة ما بتفرز البايل، أما هي مخزن لادخار البايل او الصفراء. بتشكل معنا القناه الصفراويه العامه او المشتركه. القناه الصفراويه المشتركه بتصب بمصب مشترك مع القناه البنكرياسيه ضمن مجال الفاتر. تمام. ضمن الميجر بابيولا او الحليم الكبرى عند بتعصر بتحيط بالمصب معصره نسميها معصره اودي. هالشي بيقودنا للمشعرات الصفراوية اللي على رأسها الفوسفاتاز القلوية. الفوسفاتاز القلوية لها عدة إيزو إنزيمز، أهمها الكبدي ويلي العظمي. تمام. قيمة الفوسفاتاز القلوية بتختلف حسب المرحلة العمرية. مثل ما بنعرف كلياتنا أنه عند الأطفال بيكون مرتفعة بشكل كتير كبير. طبعا اللي بيكون مرتفع هو الإيزو إنزيم الكبدي. كمان بمراحل متقدمة من العمر، يعني بعد سن 40 لل 65 كمان بترجع بترتفع شوي، يعني الأعمار صغيرة وبالكهول بيكون أعلى من الطبيعي. القيم الطبيعية بالانترناشنال يونت بالوحدة الدولية طبعا بتختلف القيم حسب المخبر. نحن إذا عم ناخذ انترناشنال يونت بكون بين 45 ل 115 للرجال و30 ل 100 عند النساء. الجاما جي تي او الجاما جلوتاميل ترانس بيبتيداز هو اكثر نوعيه للطرق الصفراويه من الكبد، لكن له كمان ايزو انزيمز موجوده في اماكن اخرى مثل الكليه والحويصلات المنويه والبنكرياس وطحال القلب الدماغ. يعني لذلك دائما ارتفاعه ليس نوعي 100% مثل ما يظن، لكن اذا وجدنا الفوسفاتاز القلويه كانت مرتفعه مع الجاما جي تي فهون بيدعم انه هذا مصدر كبدي وليس عظمي باعتبار ما له نظير عظمي للجاما جي تي. اجتنا مريض او اجانا مريض باضطراب بالليفر تيست بالوظائف الكبديه. تمام. فشو الخطوه التاليه؟ مثل اي مريض مفتاح التشخيص هو قصه سريريه شامله مفصله بنركز فيها على عوامل الخطورة للمرض الكبدي. مريض كان عنده قصة مرض كبدي، قصة عائلية، نقل دم، أي شيء ممارسة ممكن تؤدي لمرض كبدي أو اختلاط بمرض كبديين، هذا بنركز عليه بقصتنا عن المريض المشتبه بمرض كبدي. زائد فحص سريري كمان شامل مفصل بنركز فيه على العلامات والعلامات اللي بنشوفها بالمرض الكبدي المزمن. هلا راح نشوفها بسلايد لاحق إن شاء الله. من الأمور اللي نركز عليها بالقصة التعرض للسموم أو العوامل اللي بتؤدي لمرض كبدي، على رأسها الكحول، الأدوية. هلا حنشوف شو هي الأدوية اللي ممكن تسببنا أو تقود لمرض كبدي. الكحول، شو تعرف إنه المريض نقول عنه كحولي؟ هذا مريض يتعاطى كحول أو عنده خطورة كبدية لمرض كحولي. عادة بالجرام أكثر من 200 ملغرام 200 جرام عفوا للرجال بالأسبوع، أو أكثر من 150 جرام أو 140 جرام للنساء بالأسبوع.
هل هذا الكلام صعب انه نقعد نحن نقيس او نقول له وزننا قديش تشرب المريض؟ عادة بنقول اكثر من مور وان درينك، يعني اكثر من شرب لمرة واحدة باليوم. عادة هذا بنقول عنه مريض كحولي، هو بشكل يعني مزمن كرونيك. الأدوية في عنا كثير من الأدوية، لستة الأدوية اللي لها تأثيرات كبيرة طويلة، لكن احنا يهمنا مضادات التهاب الثيرويدية. إذا مريض أخذ أنتيبيوتيك خاصة كينولونات أو ماكروليدات إلى كمان أذية كبدية، خاصة إذا كانت بعض المشاركات. أدوية السل على رأسه طبعا، الإيزونيازايد، والريفامبيسين، المضادات الاختلاج، الفنتوين، الكربامازبين، كلها إلى سمية كبدية. أدوية السل ذكرناها هي مع الأنتيبيوتيك. في كثير من المركبات العشبية داخلة بكثير خلطات ممكن يكون لها سمية كبدية، يعني ليس كل ما هو عشبي فهو سليم 100%. عوامل الخطورة للمرض الفيروسي، التعرض معروف بالنسبة لكم هي طرق العدوى الفيروسية، خاصة اللي بتنتقل عن طريق الخلالي البي والسي، الطريق الوريدي، الدم، منتجات الدم، خاصة نحن هلا حاليا ما كثير عم تنفحص بسبب الضغط أو الحاجة لدم قبل ما ينفحص. السفر لمناطق موبوءة، يعني الشخص بيجي من بلدان ما فيها التهاب كبد اي او التهاب كبد اي، فهذا عنده عامل خطورة لانه احتمال كبير ما يكون تعرض. احنا كثير منا تعرض واجى المرض بشكل غير عرضي او شكل اعراض بسيطة جدا وشفي، خاصة الاجيال السابقة. فكثير منا عنده مناعة ضد التهاب كبد اي. اللي بيجي من بلد مثلا من بلد غربي ما بكون عادة عنده مناعة ضد التهاب كبد اي. إذا مريض احتك خلال الأسابيع أو الأشهر الماضية حسب مد المايك، شباب اللي فتح المايك بعد إذنكم زملائنا، تشويش من وين؟ دكتور محمد طاهر الشريف، يا دكتور محمد طاهر الشريف تمام. التعرض مثل ما حكينا لشخص كان عنده يرقان خلال الاسابيع او الاشهر الماضيه، مثل ما بنعرف في بعض الفيروسات فتره حضانتها ممكن تمتد لاشهر، من اسابيع لاشهر عاده، الحضانه بتختلف حسب كل فيروس. المرضى لكن بس كمان صوتك هذا صار كثير كان كويس، بس صار صوت هذا كيف قريب المايك. طيب واضح هيك الصوت؟ اي تمام هيك. طيب تمام، في شيء كان بده إعادة ما واضح؟ يعني من شيء دقيقة تقريبا كان الصوت هذا كان كويس، صار هذا فجأة. طيب أنا كل في أسئلة بنرجع بنركز على أي نقطة في عليها أي سؤال. في أمراض كثير ممكن تعكس أو تؤدي لاضطراب بوظيفة الكبد، كمان بنشوفها بالقصة بنركز عليها، مثل احتقان الكبدي عند مرضى قصور القلب الأيمن، مرضى السكري اللي ممكن يصير عنده نافلد او الداء الشحمي الكبدي، كثير شائع جدا عند مرضى السكري تطور داء الشحمي الكبدي. بالفحص بنشوف اذا في علامات مثل تصبغات جلديه، مثل اذا في قصور او ضمور بالاقناع التسدي، علامات توسع، علامات يعني قصور العضله القلبيه، البدانه بتترافق مع النافلد او نن الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز، داء الشحمي الكبدي. الحوامل يكون عندهم شيوع أكثر بالحصيات، بالإضافة للأمراض الكبدية المرتبطة بالحمل، في بحث كبير هو الأمراض الكبدية المرتبطة بالحمل. مرضى الداء المعوي الالتهابي شائع جدا، خاصة اليو سي التهاب كرون قرحي، يكون عندهم برايمري سكلروزنج كولنجاكس، مثل ما حكينا النسبة 4 على 7%، وكمان شائع عندهم الحصيات الصفراوية اللي بترتبط بالأمراض الكبدية والأمراض الركودية الكبدية الصفراوية. وجود قصة عائلية كمان، في امراض كبديه وراثيه، الالفون انتي تريبسين، الويلسون، الهيموكوماتوزيس، كلياتها بنركز على القصه العائليه. داء زلاقي كمان شائع انه يصير في اضطراب وظيفه كبديه، او كمان المشاكل الدرقيه خاصه قصور الدرق شائع نشوف اضطرابات في الوظائف الكبديه. التعرض المهني، في كثير مهن خاصه في تعرض لرابع لمركبات كلورايد الكربون، في عده مركبات كيماويه، يعني ما بعرف اذا الدكتور محمد حاط سلايد عليها، ممكن كمان تترافق مع التعرض المهني ويكون له دور في اضطراب الوظيفه الكبديه.
العلامات السريرية اللي بنشوفها بالفحص معروفة من قبلكم جميعا، السبايدر نيفاي، العنكبوت الوعائي، الحمامة الراحية، التسدي، رأس الميدوسا، تقفع دبتران، ضخامة الغدة، الباروتيد اللي هي قولوا معنا شو كان ترجمة الباروتيد، الضمور الخصيتين كانوا زملائنا كثاني بالإنجليزي مثلي بالترجمة، باروتيد اللي هي الغدة النكفية، علامات الحبن، الشيفتينج دالنس، الأصمية المتنقلة، علامات ضخامة، إذا في علامة ضخامة كبدية أو ضخامة حالية، كلها بنركز عليها بفحصنا. ممكن نشوف نتحرك كمان ضخامات العقدية مثل العقدة فوق الترقوة اليسرى اللي بنسميها عقدة فيرشوف، أو العقد حول السرة اللي هي بنسميها سيستر ماري جوزيف نوديول. هاي بتطرح وجود خباثة ضمن البطن، يعني بالسبيل الهضمي بشكل رئيسي أو البنكرياس. طبعا هاي ما لها علاقة كثير بوظائف الكبد، لكن إذا الخباثات المكان الأول المنتخب للميتستاز إلى أو للنقائل هو الكبد، ممكن نشوف ساعتها اضطرابات كبدية، أو ممكن تكون تعمل ضغط إذا في عقد بسرة الكبد على الشجرة الصفراوية وتؤدي إلى ركودة كبدية. مثل ما بشوف سبايدر نيفاي أرتريول أو شريان صغير بيعطي مركزي وتوسعات جانبية، بنشوفه عادة بالقسم العلوي من الجسم من الأمام الخلف وبالطرفين العلويين والرقبة والرأس، هذا على يعني على توزع النزح للسوبيريور فينا كافا. ممكن نشوفه بحالات تانية غير التشمع الكبدي. مين ممكن يذكر لنا بعض الحالات الأخرى للسبايدر نيفاي؟ بالحمل ممكن نشوفه الحمل غيره بشكل طبيعي أحيانا نشوف بشكل طبيعي، فرط نشاط الدرق. تمام. الحمامة الراحية اللي بشوفها بنساها بكون في احمرار بالضرة والإلية وقاعدة الأصابع، تندب الرفافة الراحية أو تليفها بيعطينا تقفع دوبتران، الكابود ميدوسا اللي بشوفه ما بعد ننساه. فحص سريع مثل ما قلنا بنشوف إذا في ضخامة كبدية، حجم الكبد، إذا في ضخامة حالية، إذا في أسايتس، إذا العلامات السابقة موجودة عندنا كلها بتوجهنا نحو مرض كبدي عادة مزمن. في عندنا شيء بنسميه متلازمات اضطراب وظائف الكبد أو اضطرابات البايوكيمستري للكبد. في عندنا 3 مجموعات رئيسية، هي النمط اللي بياخذ الهيباتوسيلولار أو الأزية الخلوية الكبدية أو النخرة الخلوية بشكل إذا كنا أدق، النمط الثاني الكوليستاتيك أو الركودي، النمط الثالث الأيزوليتد هايبربيليروبينيميا أو ارتفاع البيليروبين المعزول بدون أي اضطراب ثاني مرافق. طبعا هذا كله بإمكاننا نقول عنه أكيوت أو كرونيك حسب المدة الزمنية، يعني إذا كان حسب الأمراض أكثر من 6 أشهر بالمرض الكبدي بنقول أكيوت، أكثر من 6 أشهر بنقول كرونيك. بلش بالنمط الأول اللي هو نمط الهيباتوسيلولار أو إذا بدنا نقول النخري مشان السهولة، يعني بصير عندنا نخرة بالخلية الكبدية. عادة في النمط يكون الارتفاع المسيطر هو الترانس أميناز أو الأمينو ترانسفيراز، إن الترانس أميناز هو الاسم القديم، بترتفع الـ SGPT الـ SGOT الـ ALT الـ AST بشكل أساسي أكثر من الارتفاع الألكالين فوسفاتاز. ممكن نشوف في ارتفاع في الألكالين فوسفاتاز، لكن بيكون المسيطر هو ارتفاع الخمائر الكبدية، المصطلح الدارج ضمنه يعني ما هو المصطلح العلمي، هي معنى خمائر. النمط الثاني هو الكوليستاتيك أو الركودي، هون بيكون المسيطر ارتفاع الألكالين فوسفاتاز والجاما جلوتاميل ترانسبيبتيتاز. بنشوف ارتفاع بالـ ALT أو الـ AST لكن بدرجة أقل. ارتفاع البيلوربين المعزول، يكون عندنا ارتفاع بيلوربين مع باقي التحاليل كلها ضمن الطبيعي. تمام. نبلش بالنمط الأول،
عادة بارتفاع نحن هون تمام بالنمطين بكون في عندنا ارتفاع بالال تي والاس تي والفوسفاتات القلوية، لكن ب مثل ما قلنا حسب الأشياء عادة بكون بارتفاع بالنخرة الكبدية ارتفاع الخمائر الكبدية عادة أكثر من 10. طبعا في تقسيم حسب ارتفاع مايل مودريت سيفير عادة أكثر من 10 أضعاف الحد الأعلى الطبيعي، وبالمقابل الفوسفاتات القلوية عادة لا تتجاوز 2 إلى 3 أضعاف. تمام، هذا بنسميه الهباتو البرايمري هيباتوسيلولار، يعني بيكون الأذية بشكل أساسي في الخلية الكبدية. طبعا الأذية أو نمط ارتفاع الأمينو ترانسفيراز ما بيرتبط بشدة الأذية، يعني الأرقام الأعلى لا تساوي أذية أعلى. يعني مثلا مريض أجاني ارتفاع 2000 3000، هذا ما بقول مرضه أشد من مريض الارتفاع 500 أو 600. ما في كورليشن، ما في ترابط بين درجة ارتفاع الأمينو ترانسفيريز مع درجة أذية الخلية الكبدية. ممكن نشوف ارتفاعات الـ ALT و AST عادة أقل من 8 أضعاف، يعني ممكن نشوف أضعافين ثلاثة بعدة أزياد غير الأزياد الخلية الكبدية، يعني ممكن نشوفها بأزياد العضلات العادية، أزياد العضلة القلبية. تمام، نشوف ALT مرتفعين لكن بيكون أقل من 10 أضعاف أو أقل من 8 أضعاف. لكن في بعض الحالات بنشوفها أكثر من هيك، خاصة إذا كان نخر عضلي شديد أو احتشاء عضلي قلبي واسع ممكن نشوفها مرتفعة حتى الـ1000، يعني بنشوفها بأرقام عالية وبسبب غير كبدي. طبعا بالانسداد الصفراوي او الركود الصفراوي كمان بكون ارتفاعاتها طفيفه، لكن اذا كان في انسداد ومهم ومديد ممكن كمان نشوفها مرتفعه الارقام كبيره، كمان ممكن توصل لل1000. الوظيفه التصنيعيه للكبد او مسميها الوظائف الكبديه اللي بيعبر عن وظيفه الكبد هي بتتحدد بشكل أساسي بثلاث عناصر. حكيم الصوت مو واضح. طيب لحظة أتأكد من السماعة. واضح صوت؟ ألو؟ ألو أنا والله ضعيف محمد. شوي. طيب المشكلة هي السماعات، شوف إذا في واضح هيك؟ بحاول أقرب السماعة قدر المستطاع. شيل السماعات. أشيل السماعة؟ طيب نشيل السماعة، المشكلة في ضجة بالحارة عنا. واضح صوت زملاء؟ ايه حكيم، ايه هيك احسن. ايه طيب تمام، بس المشكلة في ضجة حوالي شوي، بتمنى ما أكون عم تسمعوا الضجة. تمام. الوظيفة التصنيعية مثل ما قلنا المتعارف عليه إنه الألبومين بيعبر عن الوظيفة التصنيعية بشكل كرونيك، لأنه نصف عمره تقريبا 3 أسابيع. إذا شفنا ألبومين طبيعي فنحن غالبا قدام مرض يعني حديث، الله أكبر الله أكبر، قدام مرض حديث يعني لم يتجاوز الشهر عادة. ممكن يكون مرض كبدي فيروسي حاد أو أذية دوائية حادة أو أي مرض كبدي حاد لم يتجاوز الأسابيع. اللي بيرتفع أو بيضطرب بشكل أسرع هو صناعة العوامل التخثر المرتبطة بفيتامين كاف، فيتامين كي. هاي بتضطرب بشكل أسرع لأنه مخزون الكبد من فيتامين كاف الكي عادة معنى كثير كبير، فإذا صار تخرب مهم بكتلة كبيرة من الخلايا الكبدية فبنبلش نشوف اضطراب بزمن البروثرومبين بشكل سريع، ويكون بيعبر عن الأذية بالمرحلة الأولى، أذية الخلية الكبدية. طبعا الارتفاع الذي لا يتصحح أو لا يعني يصلح بتعويض فيتامين كي، ممكن ما يكون عنده فيتامين كي يصير تطور بروثرومبين، أو بالركود الكبدية ممكن يضطرب امتصاص الفيتامينات المنحلة بالدسم فبصير عندنا ركودة بسبب عوزي، عفوا بصير عندنا اضطراب بروثرومبين بسبب عوزي. إذا عوضنا فيتامين كي
بتصلح وبتصلح البروثرومبين، لكن اذا كان في نخره كبديه فالمصنع مضروب، ولو جبنا المواد الاوليه ما حتصنع عوامل تخثر، فما بتصحح ما بتصحح زمان البروثرومبين. واضحه شباب؟ تمام. هون تنسيق المحاضره تبع هي مو انا ماسكها، زملاء تنسيق المحاضره شوي برجع بعيد نقط تجاوزناها. ارتفاع الامينو ترانسفيراز الاي ال تي والاي اس تي بنشوفه برينج كبير من الامراض، يعني على اشعه بالاشعه عندنا بنشوف الفيرال هيباتيتس بانواع المختلفه اي بي سي الاي بعض المناطق، السموم الكبديه، الادويه، الكحول سواء الكحوليه المزمنه او الكحوليه الحاده، عاده بالمزمنه اكثر الحاده بتجي اعراض عصبيه اكثر، الاسكيميك هيباتيتس او الاقفار الكبدي، اقفار كبدي سواء بسبب نقص ترويه مباشره على الكبد يعني خسار وليد الباب او خسار شريان كبدي، او بسبب الصدمه بانواع مختلفه، او حاله نقص الفعاليه الدورانيه مثل مرضى القصور القلبي الشديد. ارتشاحات الكبدية الماسف، المريض عنده ارتشاح بكتلة كبيرة من البرانشيم الكبدي ممكن نشوف اضطراب بوظائف الكبد. واضح صوت شباب؟ تمام. نحن نشوف اضطراب خمائر الكبد حنقسمه حسب شدة الاضطراب وحسب قصتنا السريرية وفحص المريض. إذا شفنا ارتفاع في خمار الكبد، طبعا أول شيء إعادة التحليل، هون أول شيء أجاك تحليل 100 200، عيد التحليل مثل أي قيمة إخبارية. إذا كان ارتفاع طفيف كثير يعني ضعف لضعفين ونص طبيعي، عادة بنراقبه هذا ما في داعي. طبعا إذا قصتنا سلبية ما في شيء يعني، بس ارتفاع بدون عوامل خطورة مهمة، هون بنرجع بنراقبه كل 3 إلى 6 شهور. إذا ظل مرتفع بنتابع الدراسة. إذا المريض عادة ارتفاعات الطفيف في المريض تكون غير عرضي، المريض غير عرضي وظل الارتفاع مستمر، عفوا هون المريض غير عرضي ارتفاع طفيف بنراقبه، إذا ظل مرتفع بنكمل دراسة. أما المريض إذا عنده أعراض أو القصة السريرية مو موحية فهون بدنا نعمل دراسة لسبب اضطراب الوظيفة الكبدية. إذا المريض كمان عنده اضطراب بالبلوربين أو الألبومين أو البيتي، يعني المريض عنده علامات لمرض كبدي مزمن، هاي هو عنه اللي بيعبروا عن وظيفة تصنيع الكبد، كمان هذا المريض فورا ببلش بدراسة المرض الكبدي. وعن دراسة المرض الكبدي أحيانا بتكون طويلة وبتستدعي طلب كثير من الاستقصاءات المخبرية والشعاعية. أشياء شيء نحن عنا بنشوف الأمراض الفيروسية خاصة بالأكيوت، كبد A أو B، نادرا سي يعمل اضطراب حاد بوظيفة الخلية الكبدية، لكن ممكن بالارتفاعات الطفيفة يعني إذا دخلنا بسياق تقييم مريض عنده ارتفاع طفيف لخمائر الكبد ممكن يكون سبب التهاب كبد سي. الأمراض المناعية الذاتية، أمراض الكبد المناعية الذاتية، اضطرابات الاستقلابية مثل استقلاب الحديد، النحاس، تمام. نطلب لتقييم المخبري، طبعا كل مرض من هذول له دراسة واسعة. حسب كل مرض شو بنشوف عادة الارتفاع، إذا أشعة طبعا بالغرب أشعة سبب الارتفاع أو اضطراب الوظائف الكبدية هو داء الشحمي الكبدي. عنا ما في إحصائيات بس ما هو الأشياء عادة، أشياء هي الأمراض الفيروسية المزمنة. ارتفاع عادة بكون خفيف، عفوا هذا الالتهاء الكحولي، أنا لا كحولي، الداء الكبدي الكحولي عادة ارتفاع ما بكون شديد أقل من 8 أضعاف. بالداء الشحمي الكبدي معظم الحالات بكون ارتفاع بسيط 2 إلى 3 أضعاف طبيعي. بالامراض الكبديه الفيروسيه الحاده اذا كانت اكيوت فعاده الارتفاع بيكون شديد اكثر من 25 ضعف طبيعي.
بالنخرة الكبدية أو الصدمة الكبدية أو الاحتشاء الكبدي يكون ارتفاع عادة شديد جدا، نشوف أرقام بعشرات الآلاف أحيانا. والشيء المميز إنه يكون ارتفاع سريع وهبوط سريع بخمائر الكبد، يعني بنشوف الأرقام ارتفعت لأرقام كثير عالية، نقلات الأمين صارت عنا بالآلاف بعشرات الآلاف، وبفترة سريعة رجعت الأرقام للطبيعي أو للحدود العليا للطبيعي. بأمراض الكبد المزمنة، بأمراض الكبد الفيروسية المزمنة بي و سي، بكون على ارتفاع بسيط وأحيانا بكون طبيعي أو أحيانا بكون فلاكشويتنج، خاصة في السي يعني بترتفع وبترجع للطبيعي. تمام. بالأمراض الاستقلابية بتكون ارتفاعات متراوحة، ممكن نشوف ارتفاعات شديدة جدا مثل داء ويلسون، خاصة في نوبات الانحلال أو النخرة الكبدية. حالة في عنا أحيانا بكون أكيوت أون كرونيك، مثلا مريض عنده حالة كرونيك بيجي سبب بيؤدي لنخرة كبدية بتزداد الارتفاعات. ممكن نشوف كمان ارتفاع شديد مثل ما قلنا خاصة للاي اس تي، ارتفاع شديد ممكن يوصل للألف أو أكثر. بالنخر العضلي مثل متلازمة الهرس أو باحتشاءات عضلية قلبية، خاصة الاحتشاءات الواسعة. وين ممكن نشوف ارتفاعات شديدة بدون ما يكون في قصور خلية كبدية؟ طبعا بالمرحلة الحادة ممكن نشوف ارتفاع شديد بدون ما يكون في داخل ما يكون خلية كبدية، لكن إذا ظل الارتفاع شديد بالأذية النخرية غالبا راح ندخل بقصور خلية كبدية. هذا أكثر شيء بنشوفه بالتسمم بالباراسيتامول أو بالتهابات الكبد الفيروسية الحادة، خاصة الـ A والـ E أو بالإصابات الفيروسية الثانية غير الفيروسات المحبة للكبد. في عنا فيروسات ثانية لا تصنف على انها فيروسات تحب الكبد، لكن ممكن تعمل التهاب كبد، احيانا بيجي بشكل شديد جدا خاصه الهربس او السي ام بي عند المرضى المثبطين مناعيا، او عد فيروسات ثانيه، في لسته كبيره من الفيروسات ممكن تصيب الكبد، لكن نادر جدا عند شخص يسوي مناعيا انه يشوف الفيروسات. الهربس ممكن نشوفه عند الاشخاص المضعفين مناعيا او عند الشخص الطبيعي مناعيا، خاصه عند الحوامل. التهاب الكبد الكحولي، التهاب الكبد المناعي الذاتي، كلها ممكن نشوف ارتفاعات شديدة بشكل يعني غير متكرر، لكن قد نشاهد ذلك. وين ممكن كمان نشوف ارتفاع بدون وجود قصور خلية كبدية؟ الوريد الانسدادي، بصير الانسداد في الوريدات المركزية ضمن الشيس الكبدي متلازمة هيلب أو أي مرض كبدي حملي، يعني الهلب أو الأكيوت فاتي ليفر أو البروجناسي، التشحم الكبدي الحملي الحاد، عادة بكون السير السريري أشد واحتمال يتطور نحو قصور خلية كبدية أشياء. الارتشاحات الورمية بالكبد على رأسها سرطان الثدي أو سرطان الرئة صغير الخلايا، الليمفومات، الميلانوما، المايلوما، كلها ممكن نشوف فيها اضطراب في وظيفة الخلية الكبدية دون ما نشوف قصور كبدي سريريا. كمان أي سبس يعني انتهى المهم، ممكن نشوف اضطراب بوظيفة الخلية الكبدية أو حتى ركودة كبدية، ركودة صفراوية داخل الكبدية، ضربة الحرارة، اضطرابات عضلية. عادة هون بنشوف الـ AST هو المرتفع بشكل أساسي، مثل ما قلنا النخرة العضلية أو الثلاجات. تمام. التمرين الشديد كلها ممكن تؤدي لارتفاع بوظائف الكبد، حتى الإبر العضلية ممكن ما يكون أخذ إبرة عضلية جينا تنهار بدنا نحلله يطلع الـ AST، الـ AST 100 200، هالشي متكرر. لذلك نسأل المريض دائما أنت أخذت إبرة عضلية إذا شفنا ارتفاع بالـ AST أو الـ AST بشكل خاص. شو هي التحاليل المخبرية اللي بنعملها عادة عند مريض عنده ارتفاع ب
ناقلات الأمين. طبعا هلا نحن ما بنبلش هذا بالدنيا كلها، يعني ببلشوا بالباراسيتامول ليفلز، سكرين للسميات، للاسف ما غير متوفرين عنا، بس نحن بنحكي يعني بالدنيا او العلمي الاكاديمي. الوسيمات الفيروسيه، اضداد الهباتيتس اي من نمط اي جي ام، الوسيمات الفيروسيه للفيروس بي اتش بي اس انتيجين، او أضداد الكور من نمط اي جي ام، الانتي اتش بي اس، اضداد الاتش بي اس، اضداد الفيروس سي، الانتي اتش سي في، ممكن نضطر نطلب الار ان ا للفيروس سي، وممكن نطلب الوسمات للفيروسات الثانيه مثل الهيربس سي ان في، الابشتنبار، اذا طبعا هذا كلياته اذا نحن ما وصلنا لسبب، يعني نحن نطلب الأشياء ومنتدرج نحو الأقل شيوعا. إذا مريضة حامل، يعني عادة بريجنانسي تيست يعني بالبداية الحمل ما بصير مرض كبدي مهم، كلها تقريبا معظم أمراض الكبد الحملية هي بتصير بالثلث الأخير من الحمل. ممكن نطلب أضداد المناعية، أضداد النوى، أضداد العضلات الملس، أضداد الليفر ال كي ام 1، ال اس ال او ما أنا مذكور هون بالسلايد، سيلوبل ليفر انزيمز. طبعا الايكو هو من الاستقصاءات الاولى للمتابعه في اي اضطراب في وظيفه الخليه الكبديه، يعني ما هو شيء متاخر ما محطوط في سلايدنا، لكن مفصل يعني انه بالبدايه المخبري بعدين الشعاعي. ممكن نطلب ايكو عادي او ممكن نطلب ايكو دوبلر اذا شكينا بخسار الاوردي فوق الكبد او داء بودكياري. داء ويلسون يعني اذا كنا شاكين فيه نطلب سيروبلازمين المصل او نحاسبه ال 24 ساعه. اذا مريض عنده التهاب كبد سي ممكن نطلب اضداد بي اذا صار سوء مفاجئ بحاله المريض او دخل قصور كبدي او قصور كبدي صاعق. تمام، هذا نطلب الانتي اتش دي في، اضداد الفيروس دي، اضداد الفيروس اي نطلبها في كمان بالمناطق المستوطنه مثل دول الجنوب جنوب شرق اسيا او عند الحامل. شو التعريف؟ ما هون المحاضره هي عن وظائف كبد، لكن سمينا متطرق للاكيوت ليفر فيلر. قصور الكبد الحاد او قصور كبدي الحاد، طبعا هو متلازمه سريريه، انا ما اعتمد على التعريف الموجود هنا لانه التعريف ماله مرتبط بخمائر الكبد، يعني ارتفاع ما له علاقه انه ارتفاع خمائر الكبد او اكثر من 10 اضعاف ما له علاقه بتعريف قصور خليه كبديه. تعريف قصور الخليه الكبديه هو اضطراب بوظيفه الخليه الكبديه عند مريض عنده مرض كبدي حاد اذا انه اكيوت اقل من 6 شهور، يعني مريض معروف عنده مرض كبدي فتره تقل عن 6 شهور، زائد بده يترافق ب اضطراب بوظيفه الكبد التصنيعي اللي بتتجلى بتطور زمن البروفون بي مع تلال دماغي كبدي. يعني في عندنا مريض عنده مرض كبدي معروف لمده اقل من 6 شهور، زائد اضطراب بالبروفون بي مع تلال دماغي كبدي، هذول الشرطين لازمين حتى نقول مريض عنده قصور كبدي حاد وما له علاقة أرقام الترانسامينات. ممكن مريض عنده نخرة كبدية شديدة خاصة اللي عنده تسمم بالباراسيتامول أو ليفر نكروزز، يعني نخرة كبدية بسبب صدمة هيباتيك شوك، يعني مريض صار عنده صدمة، عادة بترتفع الأرقام الخمائر لأرقام شديدة جدا وبتتراجع بسرعة. يعني بيجيني مريض عنده أعراض قصور كبد صاعق مع أرقام خمائر ممكن يكون ارتفاع بسيط او حتى ترجع للطبيعي، او مريض عنده مرض كبدي صار له فتره منيحه كمان بكون بلش مخزون الخلايا الكبديه يتراجع. طبعا هذا بشوفه بالكرونيك اكثر من الاكيوت، يعني بالاكيوت بالطور الحاد يكون ارتفاع مهم هي قاعده، لكن ممكن ترجع الخمائر للطبيعي والمريض يبلش يكون داخل قصور خليه كبديه وبالتالي قصور كبدي حاد.
رح ناخذ حالة سريرية أولى، ذكر عمره 45 سنة كحولي، راجعنا بقصة مرض ألم، عفوا كحولي، عنده ألم ظهري مزمن، ألم أسفل ظهر مزمن، عم ياخذ له أدوية مسكنة من 3 أيام، راجع المريض بقصة ريقان، غثيان، تعب، ألم بطن. عملنا تحاليلنا طلعت الـ ALT 1433، الـ AST 900، ملاحظين إنه ارتفاع بشكل أساسي على حساب الـ ALT. البيلوربين 3.5 على حساب الدايركت. فوسفاتات القلوية كانت مرتفعة بشكل أقل من ضعفين. الـ INR طبيعي. شو انطباع هون الزملاء؟ دوائي، ممكن يكون دوائي حكيم. غالبا هون أزياء كبدية دوائية، تمام؟ يعني هي القصة السريرية، المريض أخذ أدوية، ما كان في عنده قصة مرض، ما نتذكرين القصة إنه في تعرض لأحد عوامل الخطورة لمرض فيروسي، أو المريض على احتكاك بمريض، كان لازم نذكر هيك شيء بالصحة. طبعا هي بمقاربة هيك مريض، يعني نطلب الوسيمات الفيروسية أكيد، ما حنقصر بطلبهم، لكن هذا المريض يعني بنحط ببالنا انه الادويه المسكنه تبعيته، خاصه اذا اخذ اوفر دوز، او ممكن مرضى احيانا بياخذوا ظرف ظرفين سيتامول ورا بعضهم نتيجه للتسكين الالم، ممكن نفكر هون بسبب الدوائي بشكل رئيسي. لساتنا بالحاله انا هون بالفحص، هي نفس الحاله، ما طلعنا حاله ثانيه بالفحص، بالالترا ساوند يعني بالايكو ما شفنا شيء، كله طبيعي. عيار الأسد المنافين طبيعي. الوسيمات الفيروسية انطلبت كانت نيجاتيف، باقي المخبريات طلبنا أضداد النواة، هون بالعادة ما بنطلب فورا يعني بهيك المريض أضداد النواة، خاصة ارتفاع حاد، ارتفاع أكثر من 10 أضعاف، ما بنطلبهم فورا يعني. هون القصة مأخوذة من المرجع اللي أخذ منه زميلنا محاضرته، أضداد النواة كانت سلبية، أضداد العضلات الميت سلبية، الـ HPS أنتيجين بنطلب بهالحالة، تمام؟ ومطلوب كان بوزيتيف، و HB كور IgM كمان كان بوزيتيف، تشخيصنا هو Acute Hepatitis B، تمام؟ يعني أخذنا عن المحاضرة ماني مراجعة، راجعت بشكل سريع قبل ساعة لأنه زميلنا اعتذر عن المحاضرة. طيب، نحن باضطراب الناقلات الأمين أو الخمائر الكبدية، مشان تقسيمها، مشان يعني التقسيم السببي، بنقسمها بشكل أساسي إلى عدة تقسيمات، يعني أمراض كبدية وأمراض غير كبدية، تمام؟ في عنا بالأمراض الكبدية ارتفاع ALT مسيطر، ارتفاع AST مسيطر. AST مسيطر معروفة بالنسبة لكم، هو بشكل أساسي الكحولي، أو المريض عنده تشمع لسبب فيروسي أو صفراوي، أو عفوا تشحمي، أو المرضى بكون عندهم كمان AST هي مسيطر أو داء ويلسون. معظم الأمراض أو كل الأمراض الكبدية بكون AST هو المسيطر على هالأسباب الثلاثة. شو هي الأسباب غير كبدية لارتفاع الناقلات الأمين أو خمائر الكبد؟ عندنا كثير أسباب، من الأسباب العضلية سواء عضلية ملس أو عضلة قلبية، احتشاءات العضلة القلبية أو قصور كبدي شديد، التهاب العضلة القلبية، كلها ترتفع ناقلات الأمين خاصة الـ AST، قصور الدرق، القهم العصبي، اضطرابات الغدة الدرقية خاصة قصور الدرق، داء زلاقي، الماكرو AST. الماكرو AST هو بيشبه الماكرو أميليزيميا، يعني ارتفاع الأميليز الكبروي إذا جاز الترجمة. هو في عنا معقدات جائلة بالدم ترتبط بالـ AST، نمط IgG أو IgA أو IgM، بصير المركب المعقد كتلته أو حجمه كبير، ما بود صفى بسهولة، فبصير ترتفع قيم الـ AST بالمعايرة التقليدية، والمريض ما عنده أي أعراض، بس AST مرتفع بشكل معزول. طبعا نحن بندرس بنشوف كل الأسباب الثانية، ما بنلاقي سبب لارتفاع الـ AST، فهون ممكن نفسره بالماكرو AST.
طبعا هي حالات نادرة جدا، أنا ما مرت علي، بس يعني إذا واحد مرت عليه مشان يكون حكيم بالنسبة لويلسون لأنه هو موجود بالجدول الأول والثاني. الصوت بعزنك ما واضح علي، عيد بالله. ويلسون ارتفاع ال تي واس تي موجود بالجدول الأول والثاني. ممكن بالحالتين ويلسون يتشاهد. ويلسون إذا كان أحيانا ويلسون بيجي بشكل كرونيك بشكل أكيوت، تمام؟ بالأكيوت راح يكون الال تي هي المسيطرة، بشكل الكرونيك يكون الاي اس تي المسيطرة. ممكن نمطين نشوفهم ويلسون. كلامك صحيح، ويلسون موجود بالطرفين ونشوف النمطين بويلسون. ممكن يكون اي اس تي مسيطر، ممكن يكون ال تي مسيطر. تمام. هلا هون في عنا تقييم، راح نشوف في جدول نختصر فيه هالحكي هذا كلياته. يعني خطوات التقييم، اي اضطراب لخمائر الكبد بنشوف اول شيء اذا في عندنا ادويه معينه خاصه، وحتى لو كانت عشبيه، تمام، او يعني ادويه يعني غير مسموحه، تمام، امفيتامينات او كذا، كلياتها بنشوفها. بنشوف اذا المريض عنده كحوليه، مريض هاي طبعا بالقصه، اذا المريض عنده كحوليه يكون الاي اس تي اكثر من الال تي. الوسيمات الفيروسيه للكبد هي الخطوه اللي بعدها. دراسة الهيموكروماتوز، طبعا هون حسب الأشياء، يعني الهيموكروماتوز أو ضغط الصبغة الدموي بندرس السكرينينج تبعه، هو الحديد على السعرات أو اللي هو إشباع ترانسفيرين. إشباع ترانسفيرين إذا كان أكثر من 45% ممكن يوجهنا لحو الهيموكروماتوز. تقييم تشحم الكبدية عادة بكون القصة السرية، مريض عنده بدانة أو مريض عنده خطورة مؤهبة. بالإيكو شفنا علامات تشحمية كبدية. الخطوة الثانية إذا ما كان واحد من هدول بفكر بالأوتو أميون، نطلب التقييم المخبري للأوتو أميون. بعده نطلب وظائف الغدة الدرقية. كمان اذا ما لقينا سبب نطلب، طبعا هو واحد يعني بالتدريج، نحن ما حنطلب كل هالشيء، حيكون كثير مكلف للمريض. نطلب اضداد داء الزلاقي. داء الزلاقي شائع انه يترافق مع اضطراب بوظائف الكبد. طبعا الاليه هي اليه مجهور السبب، لكن المتهم او الارجح انها تكون مناعيه. بعدها من ناحيه الشيوع اللي اقل، اي مريض عمره تحت ال 40 سنه مفكر ب داء ويلسون، نطلب له سيروبلازمية المصل، تقييم كايزر فيشر، هي كسكرينينج، تمام. مريض كمان ما لقينا سبب، ننتقل للأسباب الأقل شيوعا مثل عوز ألفون أنتي تريبسين، نطلب عيار ألفون أنتي تريبسين بالمصل. ما لقينا سبب نفكر بقصور الدرق، نطلب كورتيزول 8 صباحا أو اختبار الـ ACTH، نعطي المريض ACTH، اختبار التحريض يعني بالـ ACTH. إذا شكينا بمرض عضلي من عائلة CK أو الإلدولاز، طبعا إذا شفتوا المراجع اللي بتعتمد على المخبريات، في مراجع مقاربة مخبرية، تحط هذا على رأس القائمة، إنك تطلب خمائر عضلية. شفت ALT AST مرتفع، أرفقهم، طلب معهم خمائر CK، كرياتينين كيناز أو كرياتينين فوسفوكيناز، يعني كخطوة أولى. طبعا إذا قصتك توحي نحو مرض عضلي اطلبهم من البداية، وما هو تحليل ما كثير مكلف إذا طلبنا سيكي. فنحن عادة نطلبه إذا مريض عنده ارتفاع خمائر عضلية ضمن التقييم الأول، نطلب السيكي ليكون مريض أخذ له إبرة عضلية بالغلط أو بازل جهد عضلي، أو في مرض عضلي مرافق، أو هو السبب بالأصح مو مرافق. بالأخير ممكن المريض ظلينا عنا ما لقينا سبب لارتفاع خمائر الكبد أو وظائف الكبد، ممكن نلجأ لخزر الكبد بتقدمنا معلومات لعدة أمراض كبدية. حالة سرية رقم 2، قد صار 9 زمنا، تعالوا نخلص وقت مشان الصلاة، لسه في وقت منيح. أنثى عمرها 63 سنة،
عندها بدني وضغط سكري. راجعت عم تعمل تقييم مخبري، طلع عنا ارتفاع بخمائر الكبد AST 64 ALT عفوا ALT 64 AST 53، يعني تقريبا عند أنثى 3 4 أضعاف طبيعي. الفوسفاتات القلوية طبيعية، البلوربين طبيعي، الـ INR طبيعي، عدد الصفيحات نازل شوي 110,000. بالقصة ما في قصة دوائية عندها ولا حتى أدوية عشبية، ما في كحولية. خمائر الكبد عفوا الوسمات الفيروسية الكبدية سلبية كلياتها. إشباع الترانسفيرين أقل من 45. الإيكو أعطانا كبد شحمي، يكون كبد عالي الصدأ. فالتشخيص هو ناش أو نان ألكوهوليك ستياتو هيباتيتس أو هيباتيك ستياتوزيس. المصطلح الأشهر هو الناش أن ألكوهوليك ستياتو هيباتيتس. رح ننتقل حاليا لارتفاع الألكالين فوسفاتاز. طبعا الألكالين فوسفاتاز مثل ما بتعرفوا له عدة إيزو إنزيمز بتواجد بعدة أماكن. طبعا احنا بيعبر عنا بالحالة الكبدية والحالة الركودية الكبدية عن الانسداد أو الركودة الكبدية. انسداد إذا كان في انسداد بالشجرة الصفراوية، ركودة إذا كان ركودة ضمن الكبد. مصطلح ركودة يعبر عن intrahepatic cholestasis. مصطلح انسداد بيعبر عن انسداد على مستوى الشجرة الصفراوية أو الشجرة الصفراوية خارج الكبد. عادة بكون ارتفاع الفوسفاتاز القلوية بحالة الكوليستاز أو الانسداد أكثر من 4 ل 6 أضعاف الطبيعي. طبعا ارتفاع الفوسفاتاز القلوية ما بيعبر، ما بيقلنا إنه هذا انتراهباتيك ولا اكستراهباتيك. نفس الشيء ممكن نشوفه الاكستراهباتيك أو الانتراهباتيك، ارتفاعات شديدة جدا. ارتفاعات بسيطة من الفوسفاتات القلوية بنشوفها عادة بأمراض الكبد أو أزية الخلية الكبدية العادية، تمام، التهابات الكبد الفيروسية، الأمراض الارتشاحية، الداء الكبدي الاحتقاني نتيجة قصور القلب الأيمن، كلها بنشوف ارتفاع بسيط يعني عادة أقل من 6 أضعاف 2 3 من الفوسفاتاز القلوية. طبعا احنا حتى نأكد انه الفوسفاتات القلوية هي كبدية، في بإمكاننا نعاير الإيزو إنزيم الكبدي، لكن هالشي مكلف وغير متوفر بمعظم المخابر. فهو من نقرن التحليل طبعا مع قصتنا السريرية ومع موجوداتنا الشعاعية مع ارتفاع الفوسفاتاز القلوية، مع ارتفاع الجاما جي تي أو الفايف ألفا نوكليوتيداز، هذا غير متوفر عنا. إذا كان متفقين مع الألكالين فوسفاتاز هذا بيرشح وجود السبب الصفراوي. تمام، عن الأسباب الأخرى يعني مثل الأسباب العظمية أو من المشيمة. طبعا إذا المريض حامل يعني وشفنا فوسفاتاز قلوية يعني غالبا نتوقع أنه بسبب المشيمة، لكن إذا شفنا ارتفاع فوسفاتاز قلوية تقريبا معزول، فنحن هون فورا نطلب الجاما جي تي لنشوف هل هو كبدي ولا عظمي. عادة كمان السبب الكبدي ترافق مع اضطرابات اخرى بوظائف الكبد. بنشوف ارتفاع بالبلوربين، هو عادة بيكون بشكل ابكر من ارتفاع الفوسفاتات القلوية في حالة انسداد صفراوي. البلوربين ارتفاعه عادة بيكون ابكر، وبنشوف ارتفاع بخمائر الكبد الثانية. مثل ما حكينا لما بنشوف ارتفاع بخمائر الكبد عفوا بالفوسفاتات القلوية هنطلب أشعة عشان نشوف احنا قدام انسداد صفراوي ولا قدام ركودة كبدية. سمعنا يا شباب؟ ايه معك حكيم؟ خلص ما وصلت علقت. عادة القناة الصفراوية البايل بنقصد يعني الكمن بايل داك تكون أقل من 6 ملم. في
اقل من 7 ملم يعني 6 ملم فيما دون عند المريض غير مستأصل المرارة. اما المريض المستأصل المرارة بكون عادة اكثر من 7 للواحد سنت مقبولة، وبعد الستين سنة كل 10 سنين بنقبل 1 ملي زيادة، يعني المريض اللي عمره 73 بنقبلها 7، ال80 بنقبلها 8 ملي. فإذا شفنا بليكو ارتفاع أو توسع بالقناة الصفراوية مع ارتفاع فوسفات بلوية بنرجح إنه يكون سبب انسداد. شفنا القناة الصفراوية طبيعية مع فوسفاتاز بلوية مرتفعة، طبعا بنقصد من سبب صفراوي، يعني احنا فينا السبب العظمي. فهون بنفكر بالانتراهيباتيك كوليستيزيس او الركود الصفراوية داخل الكبد. تمام، هلا في عنا حالات يكون في انسداد صفراوي وما يكون في توسع بالطرق الصفراوية. حكيت على الحالة الأولى اللي هي انتراهيباتيك كوليستازيس، أو المرضى اللي بيكون عنده سيروزز. تمام، بيكون في تشوه بكل النسيج الداخل الكبدي وخاصة الطرق الصفراوية، أو في عنا بحالة التهاب طرق صفراوية المصلبة بالبدي البرايمري سكلوروجين كولانجيتيس. هون بيكون في عنا تندب وتليف، فحك بصير الطرق الصفراوية ما أنا مرنة بشكل كافي للتوسع ومشوف ركود صفراوية. أو حالات الانسداد الصفراوي ببدايته، يعني المريض اللي عنده انسداد صفراوي حاد حصات سدد قناة الجمع، ممكن إذا المراحل الباكرة ما نشوف لحق نشوف التوسع منهم، ممكن نشوفها على الحدود العليا الطبيعي. نعمل إيكوم للقناة الجمع مثلا 6 مليمتر، هذا ليس كاف، يعني ممكن الإيكو اللاحق نشوف توسع بالطرق الصفراوية. تمام، تمام. هلا نحن اذا شفنا توسع بالطرق الصفراويه، فنحن قدام توسع الطرق الصفراويه خارج الكبديه. فهون عندنا عده اسباب على اشعه، واهمها هو الحصيات الصفراويه اللي هي بتشكل معظم الاسباب، تقريبا 80% من الاسباب. ممكن التضيق في مصب، خاصة بمصب القناة الجامعة، تندب وتليف معصرة أودي أو مو معصرة أودي، المجل نفسه. تمام، الأمبولا بصير فيها تليف وتندب نتيجة التهاب، وجود مرور حصيات متكررة بصير تندب وتليف، هذا بيؤدي أحيانا لتوسع بالقناة الجامعة واضطراب بوظائف الصفراوية. تمام، الخباسات المختلفة، خباسات أشعة طبعا ورم رأس البنكرياس، ممكن اورام الطرق الصفراويه او ورم مجل فاتر او الاورام الضاغطه، كلها ممكن تؤدي الى توسع الطرق الصفراويه خارج الكبد. كمان من الاسباب النادره هي الطفيليات. مثل شوف يعني طفيليات ممكن تعملنا سداد صفراوي، توسع طرق صفراوي خارج الكبد. الاسكاريس، اسكاريس الوريقه الكبديه. تمام، تمام. طبعا مين مر عليه هيك شغلة أو شاف هيك حالة سكاريس عاملة انسداد صفراوي؟ هي شغلة نادرة جدا بصراحة، وهي السكاريس صارت من الطفيليات نادرة جدا، لكن في عرض مميز جدا، يعني المريض اللي بيجينا عنده يرقان ومنقول هذا فورا سكاريس بدون ما نفكر. حدا عنده فكرة؟ هو يعني موسمي بشهر معين، والاسكارس لما يهاجر ويسبب سعال، يعني نوبات سعال. لا لا ما هيك، يعني انا مريض بيجيني عنده يرقان وفورا بقول بدون ما افحصه هذا اسكاريس. هي شغله نادر جدا، يعني بصراحه ما مرت علينا غير مره او مرتين، ومن اندر نادر. بيجي المريض عاده بألم بطني شديد جدا مفاجئ مع يرقان، مثل كانه قولنج كلوي، مثل ما مريض صار عنده بحصة سدت له، عملت توسع بالحالة بالحويضة صار عنده ألم شديد، نفس الشيء صار عنده هاي الطفيلي دخل بالقناة الجامعة سدة، فالمريض بشكي من ألم شديد جدا ومع يرقان. هاي يعني عرض مميز نقدر نقول سبوت دايجنوزيس. هذا يعني أسباب التوسع الإكسترا هباتيك. اما الانتراهيباتيك او الركوده، اذا ترجمناها بشكل ادق، الركوده الصفراويه داخل الكبديه، هي بتبلش من المثلث البابي،
في عنا حسب تقسيمات الشجرة الصفراوية القنيات، هي الصغيرة ضمن المثلث البابي، في بعض الكانكيولايز أو القنيويات، ما بعرف شو ترجمتها، هي ضمن الحواجز بين السبتة يعني بين الفصيصات الكبدية. بعدين في عنا الأقنية الفصية، تجي بعدين القناة الكبدية اليسرى، القناة الكبدية اليمنى. حسب كل جزء من الشجرة الصفراوية في عنا أمراض معينة ممكن تسبب ركودة أو انسداد. هون بتمنى لو كان في بالأب تو ديت جدول كتير حلو بيحدد لكم كل يعني تشويح من الشجرة الصفراوية شو هي الأمراض اللي تصيبه. مثلا الكانكيولايز الصغيرة، ونشوف الساركوئيد، ونشوف الأمايلويدوزز، تمام؟ هي بكون هون مشكلتنا. أحيانا البي إس سي، التسمع الصفراوي البديل، تمام؟ للأسف ما هو موجود هذا الجدول عنا. إذا حدا منكم برجع للأب تو ديت مقسمهم بشكل حلو كثير. تمام؟ هون بذكرنا هون بشكل مفصل أو بشكل يعني مجمل الأزية الكبدية، ممكن الدوائية، التشمع الصفراوي البدي، التهاب طرق الصفراوي المصلب، الأمراض الفيروسية نتيجة الركودة ضمن المسافة البابية، التشمع الركودة الكبدية الحملية، بوست أوبريتيف يعني بعد العمليات. كثير أحيانا ما يبعد بعد الجراحة جينا بيرقان وركودة، تمام؟ هي سببها طبعا مو انسدادي، سبب بصير ركودة ضمن المسافة البابية بسبب مجهول السبب، بس هي مسمية بوست اوبريتيف كوليستاسيس، ركودة كبدية بعد الجراحة، وعادة سليمة بتتراجع بغضون أسابيع وما في إلا أي مشاكل. الأمراض الارتشاحية، الأمراض الارتشاحية المختلفة مثل الساركوئيد، الأمايلويدوزيز، الأورام الارتشاحية خاصة الليمفومات، إذا ارتشحت خلية كبدية كمان ممكن تؤدي لارتشاحات في المسافة البابية أو ضغط على القنيات الكبدية ضمن الفصيصات، هي كلها تؤدي إلى ركودة كبدية ضمن يعني عفوا انسداد صفراوي ضمن الكبدية أو ركودة كبدية انترهباتيك كوليستيزيس. المريض اللي عندنا ارتفاع بالفوسفاتاز القلوية شو حنطلب له تقييم إخباري؟ أول شيء حنطلب طبعا قصة وفحص سريري وإيكو لنشوف إذا انسداد ولا ركودة. احنا بنحكي عن الركودة بشكل أساسي هون، تمام؟ بنطلب أضاد الميتوكوندريا وخاصة من نمط M2، رنين مغناطيسي للشجرة الصفراوية MRCB أو CT جديد مالتسلايس CT، كمان فيه له برامج بترجع بتعيد رسم الشجرة الصفراوية. ممكن نضطر أحيانا إذا مريض عنده احتمال للتدخل العلاج فورا نلجأ لل ERCB عند يعني إذا مريض مثلا كان عنده أعراض ركودة أو انسداد صفراوي مع حرارة، شكينا بالتهاب طرق صفراوي، هون ما بنستنى، ما بنطلب استقصاءات تانية، وعملنا إيكو وشفنا فيه شوي توسع طرق صفراوي، فهون الـ ERCB خيار يعني ما بنقدر نأجله، ما بنطلب مثلا الـ ERCB، بنطلب الـ ERCB فهون. طبعا اذا بالاستقصاءات الثانيه شفنا شيء بيدل على حصات او ورم ساد كمان بنلجا للاي ار سي بي مشان تشخيص، ممكن نضطر ناخذ بايوبسي او نركب ستنت للعلاج يعني تدخل علاجي لنفرغ الصفراء. تمام. هلا بالانترهيباتيك كوليستازيس نفس الحكي، كمان نطلب اضداد النواه، أضداد العضلات الملز، يعني الأسباب اللي بتؤدي لركودة صفراوية داخل الكبدية. هون نفس الحكي بنعاد، يعني إنك بدك تدرس أسباب المرض الكبدي المختلفة اللي بتؤدي كلاتها ممكن تؤدي لركودة صفراوية داخل الكبدية. هون بتمنى لو كانوا الجوريزم هيك صعب، يعني لازم يكون في الجوريزم بعض عندك هذا. تمام. عن ارتفاع بالفوسفاتاز القلوية، أول شيء نستبعد الأسباب الفيزيولوجية، الحمل أو طبعا بعد الوجبة،
بعض الوجبات يعني بعض الطعام ممكن ترتفع الفوسفات القلوية وحتى خمائر الكبد، يعني لذلك نحن بنحلل العرية، فهذا بنعيد التحليل على الصيام. تأكدنا أنه هذا ارتفاع كبدي لأنه شاركناه بالجاما جي تي أو الفايف أو الفايف ألفا نيوكليوتيداز. إذا كان مزدادين فنحن قدام سبب كبدي صفراوي، إذا كانوا طبيعيين فنحن قدام سبب عظمي، فهون بنكمل الدراسة العظمية. مثل ما قلنا سبب صفراوي كبدي، حنعمل أشعة إيكو للكبد. إذا كانت الطرق الصفراوية متوسعة فنحن قدام انسداد صفراوي، تمام؟ فهون حسب الحالة ممكن نطلب ام ار سي بي. عادة هلا الأفضل نطلب ام ار سي بي إلا إذا كان في احتمال تداخل أو احتمال عالي للحاجة للتداخل، نضطر نتدخل، أو المريض عنده خطورة أو نحن شاكين كثير بالتهاب طرق صفراوي، فهون الـ ERCP هو الخيار الأول. على ذلك الـ ERCP أو الـ CT هو الخيار الأول. إذا المريض عنده ما كان في توسع طرق صفراوية حنطلب الضاد نواة ومن نمط M2. إذا كانت إيجابية وطبعا القصة السريرية موحية فنحن عادة نشخص التشمع الصفراوي البتي، ممكن نلجأ لخزرة الكبد لتأكيد التشخيص. إذا كانت الأضداد النوى عفوا أضداد الميتوكوندريا سلبية مع إيكو سلبي، نشوف درجة ارتفاع الفوسفاتاز القلوية، تمام؟ إذا كانت درجة أكثر من ضعفين، أقل من ضعفين نرجع من راقب، أقل من ضعفين هو بنلجأ لـ RCB أو من RCB أو خزرة الكبد. هون أفتح ترتيبهم كأنه صار في غلط لأني أنا عدلت على الملف. نفس الحكي من عادة طريقة تانية، تقريبا نفس الحكي، تمام. الحالة السرية الثالثة، مريضة عمرها 43 سنة، عم تشكي من حكة لدرجة إنه ما عم تقدر تنام من شدة الحكة خاصة بالليل. الفحص الطبيعي كله طبيعي، الفحص السريري كله طبيعي عدا ارتفاع عفوا عدا ضخامة كبدية حدود 7 سنتيمتر تحت الحافة الضلعية. التحليل الدمويات طبيعي، سي بي سي طبيعي، كرياتينين بيلوربين طبيعي، ال تي ارتفاع يعني ضمن الطفيف، البومين طبيعي، الفوسفاتاز القلوية ارتفاع مهم 450، الإيكو طبيعي. شو هي ال بي اس سي؟ الو واضح؟ بي سي اس بي اس سي تمام. بي سي هو البرايمري بيليري سيروزز، تمام؟ تشخيصنا هو برايمري بيليري سيروزز. شو مصعي طبعا قصه وصفيه، مريضه متوسط العمر كله طبيعي، يعني هذا ارتفاع مهم بالفوسفاتاز القلويه مع حكه. طبعا هون البيلوربين بيكون مرتفع كمان، ما انا مذكور ما انا محطوط بالسلايد تبعنا. قديش صارت الساعه هلا حاليا؟ تمام. ارتفاع البيلوربين الثالث متلازمة هي ارتفاع البيلوربين المعزول، تمام؟ مثل ما بنعرف ان نقسمه لقسمين، هل هو مقترن على حساب المقترن او المباشر او غير المقترن. ارتفاع البيلوربين غير المباشر يعني عادة هو مرض دموي باستثناء الامراض الوراثية تتعلق بخلل في اقتران البلوربين أو قبطه اللي هن جيلبرت أو ليجلر نجار. على ذلك هو بيعبر عن مرض دموي، ما حندخل كثير بالبلوربين غير المقترن. ارتفاع البلوربين المباشر في عنا متلازمات وراثية، تعرفون ان دوبن جونسون وروتر
هون بيلوربين بقترن، بس يكون في خلل بطرح البيلوربين للشجرة الصفراوية. طبعا بكون باقي التقييم السريري والمخبري كله طبيعي، وهي حالات سليمة يعني ما لها أي مشاكل. بالنهاية يعني نلخص النقاط الأساسية، ممكن نشوف ارتفاع، أو عادة كثير شائع نشوف اضطراب بالليفر تيست بوظائف كبد عند شخص غير عرضي. لازم ناخذ قصة سريرية مفصلة، فحص سريري مفصل. ممكن نشوف ارتفاع بخمائر الكبد عن بأمراض غير كبدية. مقاربة السريرية بتعتمد على القصة السريرية، على القصة والفحص السريري، لأنه مثل ما شفنا في كثير من الأمراض بتؤدي لاضطراب بخمائر الكبد. حسب توجهنا السريري نطلب استقصاءاتنا ونتابع مقاربة مريضنا. أي سؤال زملاء؟ الله يعطيك العافية حكيم. الله يجزيكم خير، شكرا لإصغائكم.